طيب ست وحسن، انت وصغيره كنت تلقبين بسمكه دجله، خبرينا عن تاريخ هذا اللقب الغريب. سمكه دجله طلع علي، احنا كنا اطفال ونتدرب، كنا بنادي نعم. العلويه نسبح. نعم. وكان اكو وحده صديقتنا هي بالجامعه او متخرجه من الجامعه، اجت قالت تعالوا ادربكم نسوي فريق نادي العلويه ما اعرف شنو. فاحنا كنا اصدقاء وقرايب وهيك، قمنا نتدرب. فديوم جتي قالت اكو سباق بمسبح القادسيه اللي هو يم ملعب الشعب. نعم. تشتركون؟ قمنا نشترك. ورحنا وننزل سباقات، وما اعرف ليش انه ثلاث ارباع السباقات انه اني كنت دافوز بيها. فثاني يوم بالجرايد انترست الجرايد سمكه دجله وسمكه دجله. ما شاء الله. وصار اللقب علي سمكه دجله، وصاروا طبعا العراقيين تعرفين الفكاهه والشخصيات الحلوه مع العراقيين. نعم. صاروا يسموني شبوط دجله وكوسج دجله وبلشنا.